أول مرة بنغني في هيك جمع يعني أو بننشد. تامر العشوش، محمد الشمالات، محمد مهدي عشوش، أحمد العشوش. العشوش راح ننشد إن شاء الله مدح نبوي. هي فكرة الأولى من نوعها في منطقة الأغوار، يعني بنطمح حقيقة منذ فترة طويلة يعني ونحن صغار إنه ننشئ فرقة إنشادية دينية في منطقة الأغوار. كونه كل الفرق بتيجي هون يعني بتغني أغاني عادية، احنا حابين نكون في فكر إسلامي عند هيك أهل الغور. فليتك تحلو فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى وليتك ترضى والأنام غضاب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم هو يا ليالي الرضا علينا عودي لي يخضر منك عودي اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم بالله صلني بلاد روحي يكفيني من الهجر والصدود اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم أنا فوق الحرم فوق يا با فوق الحرم نور النور تبدى يا بابا شعل نار الشوق فاقبلنا ربي وغفير الزلة ويساريا بلل يا با نحو المدينة المدينة أوصل لي الأشواق يا بحيي نبينا نبينا المصطفى المختار شافعنا بكرة فوق الحرم فوق يا بفوق
النور النور تردى يا بابا وشعل نارا شوق فقد النار ربي يا ربي واغفر الزلة واقصد إلى الكعبة يا با واغسل أوزارك أوزارك واقصد للكعبة يا با واغسل أوزارك أوزارك وطف بها سبعا يا با تشرق أنوارك أنوارك فاقبلنا ربي واغفر الزلة وفوق الحرم فوق فوق يا با فوق الحرم فوق النور النور تغدى يا با شعل نارا شوق فقبلنا ربي واغفر الزلة أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت صلي إذا وقفت صلي كملكم نصب عيني إلي وجهت كني كملكم نصب عيني إليك وجهت كني وسركم في ضميري والقلب نور تجلي والقلب نور تجلي أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت صلي عيني إذا وقفت صلي أنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي أنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي قلتم كثوا فلعلي أحظى بنور التجلي يا عين أجد هدايا لعلي أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي عين إذا وقفت أصلي